بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات، وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وبنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على مفسدة القتل وسفك الدماء بغير حق، انتقل إلى بيان الجريمة الثانية التي تلي القتل، وهي الزنا. الزنا جريمة خطيرة جدا، ما يترتب عليها من مفاسد عظيمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقرب، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا يترتب عليه من فساد الأعراض، فساد الأسر، اختلاط الأنساب، انتشار الأمراض، ومن غضب الله عز وجل وعقابه فيه مفاسد، وهو دمار المجتمعات. ومن أعظم أسباب الزنا إهمال النساء وتركهن، وأن حبائل الشيطان، فإذا تركنا من غير محافظة عليهن وإلزام لهن بالحجاب والعفة والبقاء في البيوت، حصلت مفاسد الزنا، لأن الشيطان يزين للناس هذه الجريمة، وأعوان الشيطان يزينونها للناس باسم حرية المرأة وإعطائها حقوقها وما أشبه ذلك من الدعايات الضالة المضلة، وكأن حق المرأة هو تمكينها من الفساد. وهذا عين المحادة لله ولرسوله، وعين المكابرة. المرأة ما ألزمت بالحجاب إلا لمصلحتها هي، وهذا حقها، على المسلمين أن يصونوها وأن يحفظوها، لأنها أمهم وأختهم وبنتهم، قريبتهم، أختهم في الإسلام، فلا تضيع، سلط عليها أهل الفساد. هذا أمر عظيم. النساء في المجتمع إذا لم تضبط بضوابط الشرع صارت فسادا ونقمة على المجتمع. نعم. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سننه كما تقدم. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه. قرنها الله بالقتل، جريمة القتل، في القرآن: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قرن الزنا مع الشرك ومع القتل بغير حق. نعم. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سننه كما تقدم. نعم. قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد القتل النفس شيئا أعظم من الزنا. نعم. قد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية فيه جناية على الأولاد، لأن ولد الزنا المسكين، ولد الزنا هذا يعيش الذلة والهوان، أنه لا أب له ولا نسب له، ويصبح بين الناس محل تنقص
ويصبح هو حتى لو أنه ما رأى من الناس تنقصا، هو في نفسه يعتبر نفسه ناقصا ومهانا، لا ينتسب إلى أب، لا ينتسب إلى قبيلة، لا يعرف له نسب، يكون يجني على هذا المسكين هذه النطفة التي وضعها في غير محلها، هذا من أعظم الجرائم. نعم. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس. نعم. وجعل جزاء ذلك الخلود في النار وفي الخلود في النار في العذاب المضاعف المهين. ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل صالح. ثلاثة أمور: تاب يعني ترك الزنا، ترك الشرك بالله أولا، وترك القتل بغير حق، وترك الزنا. أما إذا لا، إذا استغفر بلسانه وتاب بلسانه ولم يترك الذنب، هذا ليس بتائب. والثاني عمل صالح، آمن. إلا من تاب وآمن الإيمان بالله عز وجل، لأن يلتزم خصال الإيمان وأصول الإيمان، وعمل صالحا يجعل بدال السيئات حسنات، يصلح الأعمال التي كانت فاسدة. أما مجرد التوبة باللسان من غير هذه الأمور فهي توبة لا صحة لها. نعم. ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. فأخبر عن فحشه. لا تقربوا الزنا يعني لا تتعاطوا أسبابه الموصلة إليه، لا تتعاطوا الأسباب التي توصل إلى الزنا، من النظر المحرم والسفر المرأة وحدها بدون محرم، اختلاطها بالرجال، وأشد ذلك من تبرجها وظهورها متزينة متعطرة متجملة سافرة كاشفة لساقيها وعضديها ونحرها كما عليه نساء الكفرة. نعم. فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوانات، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. نعم. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب في الآخرة وخزي ونكال. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم، فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فربط الفلاح بترك الزنا، فدل على أن من لم يترك الزنا فإنه خاسر. نعم. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين. نعم. ففاته الفلاح من المفلحين يعني يكون خاسر، وأنه ملوم عند الله وعند خلقه، وأنه عادي يعني متعد الحلال إلى الحرام. نعم. ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان، ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه ذم الإنسان، وأنه خلق هلوعا لا يصبر على شر ولا خير، فإذا مسه الخير منع وبخل، فإذا مسه الخير منع وبخل بخل صلى الله عليه وسلم، فإذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثنى بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم
الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن كل الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار مبدأها من مستصغر الشرر، تكون نظرة ثم تكون خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. فصل. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: إنما لك الأولى اللي من غير قصد، الفجأة، نظر الفجأة، أنت ما قصدت ولكن وقع نظرك على امرأة، هذه فجأة يعفى عنها، لكن إذا قصدت وأعدت النظر هنا تؤاخذ. نعم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أو أمرد لله أورث الله قلبه حلاوة العبادة إلى يوم القيامة. أمن. صلى الله عليه. فمن غض بصره عن محاسن امرأة أو أمرد لله أو أمرد. نعم. صلى الله عليه. فمن غض بصره عن محاسن امرأة أو أمرد لله أورث الله قلبه حلاوة العبادة إلى يوم القيامة. هذا معنى الحديث. يعني من فوائد غض البصر أن الله ينور القلب، يصبح في قلبه نور وزكاة يزكيه. نعم. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها. قال: فإن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. نعم. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. ولهذا قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفاته أنه يغث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. نعم. وهذه أيضا هذه مصيبة أيضا، لأن تنظر شيء ما هو بحاصل لك، يصبح في نفسك حسرة عليه، ولو أنك غضضت بصرك ما تعلق قلبك به ولا حصل منك تأسف عليه. نعم. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عنه ولا عن بعضه ولا قدرة لك عليه. قال الشاعر: وكنت ما أرسلت طرفك غائدا لقلبك، يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. مصيبة يتعلق قلبه بالمرء يفكر فيه وله بحاصل الله، فيصبح في حسرة، لو أنه غض بصره استراح. نعم. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر عليه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه
نفي لقدرته على الكل الذي لا ينتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم من موسى لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ولي من أبيات مل السلامة فاختدت لحظاته وقفا ولي من أبيات مل السلامة فاختدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانه من قلب الناظر. ولي من قصيدة يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. نعم، النظرة أول ما تصيب القلب، سهم مسموم يصيب بسمه قلب الناظر فيورث فيه يورث فيه شرا وفتنة. نعم. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في أثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. فصل. وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر. تفكير، خطرات يعني التفكير، تفكير في الأمور المحرمة. نعم. ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من غضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر أماني من سعدى رواء على الظمأ سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى. بعد سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى منى إن تكو حقا سقتنا. صلى الله عليه. أماني من سعدى رواء على الظمأ سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى برد يعني ماء بارد. سقتنا بها سعدى على ظمأ بردى منى إن تك حقا تكون أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا غغدا. وهي أضغ شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل، وتولد التفريط والإضاعة والحسرة والندامة. والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه، فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره، وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يأكل ولا يشرب. والسكون منه إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس ووضاعتها، وإنما شغف النفس وزكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه، وخطرات يستدفع مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة،
فإذا انحصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا تزاحمت عليه الخطرات كتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة فيه، فإن قدم الأهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، وذلك بأن يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر، فهو موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة. ومنها هنا ارتفع من ارتفع، ونجح من نجح، وخاب من خاب. فأكثر ما ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي يكون عليها مدار الشرع والقدر، وإليها يرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع، ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأعلى الفكر وأجلها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله فهو أنواع. الأول الفكر في آياته المنزلة وتعلقها وفهمها، وفهم مرادها منها، وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. نعم، بعض الناس ما له شغل، ما له هم إلا بتحسين التلاوة والتجويد، لكن ما يهتم بالمعنى، معنى الآية ومعنى الآيات، ما يهتم بهذا، همه بالتلاوة فقط. وهذا قعد مع الوسيلة، ترك الغاية. نعم. الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها، والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده. وقد حث الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة مغفرته ورحمته وحلمه. وهذه الأنواع الثلاثة تستوجب للقلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ للقلب المعرفة والمحبة صبغة تامة. الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها، وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهذا باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء. ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة، وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب ودارت كلمته في مملكته، وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا. قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف، فإن لم تقطعه قطعك. وذكر الكلمة الأخرى: ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه طويلا. فهو يعيش عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه بالنوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته،
وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له في صلاته إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله. وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والحشاشين والموسوسين. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. هذا أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. واعلم أن ورود الخاطئ لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطئ كالماري على الطريق، فإن لم تستدعه وتترك مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان، فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار إضاه على هواها، وليس لها أنفع منه. وكذا ليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى، وليس عليها شيء أضر منه. والملك مع هذه عن يمين القلب، والشيطان مع تلك عن ميسرة القلب. والملك مع هذه عن يمين القلب، والشيطان مع تلك عن ميسرة القلب. والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن تستوفي أجلها من الدنيا. والباطل كله يتحيز مع الشيطان والنفس الأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والنفس المطمئنة. والحرب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا، أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمانية باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولهذا بنى كثير من أرباب السلوك سلوكهم على حفظ الخواطر، وأن لا يمكن خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها، فصادفها الشيطان خالية فبذغ فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا، فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فكيف بالعلوية؟ فشغله بإرادة التجريد والفرار من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل والقيام به وتنفيذه في الخلق والتطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه، فيضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها، وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفرار، وهيهات هيهات. إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات، والفكر في تحصيل مراض الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك للتوصل إليه. فأكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحضوره،
وهواه أين كانت، والله المستعان. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مرضاة رب تعالى، فربما استعملها في صلاته، فكان يجهز جيشه وهو في صلاته، فيكون قد جمع بين الصلاة والجهاد. وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يدخل منه إلا صادق حاذق القلب، متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادته فيظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا، يفكر في العبادة. المصلي اللي يصلي منهي عن التفكيرات إلا إذا كان يفكر في شيء من العبادة، فهذا طاعة في طاعة. نعم. فصل. وأما اللفظات يكفي. الله تعالى.